خلينا نبدأ بموجز الأخبار. والتر بواليا بيشارك في تدريبات النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة، أما وليد سليمان فبيتمرن لوحده تدريبات تأهيلية بالسلامة إن شاء الله. سيد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب بيزور البعثة بيلتقي بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة، أما موسيماني فبدأ الجلسات مع جهازه المعاون استعدادا للمباراة النهائية. إدارة نادي الترسانة بتوافق على طلب الزمالك بنقل التدريبات إلى استاد حسن الشاذلي عشان الإصلاحات اللي موجودة بأرضية استاد الزمالك. أخيرا وبعد غياب طويل جدا، عبد الله جمعة بيعلن إنه بيرجع للتدريبات في الزمالك بعد 5 أيام، كان عنده إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، الحمد لله على السلامة. نادي وادي دجلة مباراة ودية مع طلائع الجيش انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري الحالي. بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله. منتخبنا الوطني الأولمبي أدى مرانه الأخير على استاد القاهرة، أو يأديه بكرة إن شاء الله على استاد القاهرة قبل السفر بالسلامة إلى طوكيو. بالتوفيق وإن شاء الله منتظرين منكم الكثير. وكما كان متوقعا بطل اليورو 2020 وأفضل لاعب في البطولة دوناروما حارس مرمى الميلان السابق وحارس مرمى المنتخب الإيطالي ينضم إلى باريس سان جيرمان أكثر نادي عمل صفقات صيفية. هل هناك شك في بقائه في اليوفي؟ بافل نيدفيد نائب رئيس النادي بيقول انه رونالدو ما بلغناش حاجه خالص وانه احنا منتظرين عودته 25 يوليو. بدون شك هو الهدف الافضل في اليورو، هدف باتريك تشيك هدف رائع، هدف المنتخب التشيكي هو الافضل في اليورو 2020 بتصويت الجماهير. وظهرت الرؤية في الدوري الإيطالي، البطل إنتر بيواجه جنوة في المباراة الأولى، أودونيزي بيستضيف اليوفي، وقمة مبكرة بين روما وفورنتينا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الجديد. بعد معاناته من العنصرية وأزماته النفسية بعد إضاعته ضربة الترجيح في مباراة الفاينل أمام إيطاليا، راشفورد يعاني من جديد، هذه المرة بيغيب حتى شهر أكتوبر بعد قراره أنه هيعمل عملية جراحية في الكتف. ألف سلام عليك. هل الخبر صحيح بعد انضمام أجويرو إلى فريق البارسا؟ بعض التقارير الإعلامية بتقول إنه برشلونة سيتخلى عن مهاجمه أنتوان جريزمان، والكلام كمان بيقول إنه إذا مشي هيروح أتلتيكو مدريد. وثالث ولكن عسير لمنتخبنا الوطني للسيدات لكرة السلة، هذه المرة على حساب المنتخب الكيني، 107-106 دي تصفيات مؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 في الكاميرون بإذن الله.